كما كتشوفوا معنا اخوتي واد تنسيفت، هذا الواد خيال، هذا الواد ماشي سهل، واد صعيب، هذا الواد كيدعمو امريكا، هذا الواد خيال، هذا الواد ممكن يهاجم بواحد السرعة يسبب بزاف ديال المشاكل، هاد الواد كيسبب المشاكل بعد الفلاحين، كيرول لهم كامل الفلاحة ديالهم، ملي كيشاهد الواد كيحمل كيسبب لهم مشاكل كثيرة. هذا هو واد تنسيفت، والقنطرة ديال تنسيفت هي هادي، والاتجاه ديال الواد من امريكا من هنا. باش نكون واقعي، هاد الاتجاه فاش جا الواد، ها هو هاد البلاصة، هاد المكان هو الواد جا ليه، جا من امريكا من هاد الاتجاه، هو نازل دابا نزول، نزول الواد من تما لهنا. نتمناو ان شاء الله يكون خير. هاد الرموكات بغي له واحد القنطره، ربما دايزين واحد 10 د الرموكات فهاد القنطره، غادي تنزل هاد القنطره، يا ربي السلامه. ايوا كما كتشوفوا معنا اخوتي واد تنسيفت جاب الفيضان البارح، عاصفة رعدية دازت البارح هنا مدينة أكادير، والو الشتاء مع الأسف، أكادير حتى غنساو لي ماكش الحيط أكادير والو، وري لومزار دي ميزار كلو كات لومزار، يكا طنجة يكا الشمال يكا الصحراء المغربية واد الذهب يكا مراكش، أكادير والو، هذا غيحضر فيه. طيب علاش كيسيب لهم زار حيت يزلق بيزلاف، بيزلاف يزلق هو غادي امزار اركادي ديال الصاف، غاد تسولي اش كان زار اكادير ان شاء الله، غاد تسولي اش غاد تبغي لي الفيضان حتى وكري ان شاء الله هو غادي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، قلت لكم بعينه بيزلاف ساكن في اكادير والشتا ما غاديش تجي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اش غادي نقول لكم، على حسب امطار غزيره في مدينه اكادير قريبا ان شاء الله غادي تكون امطار غزيره، ايوا وقت الشتاء راه باقي مستمره عندكم، شهر 10 شهر 11 شهر 12 شهر 1 شهر 2 شهر 3 كتكون العاصفه رعديه، وعادي وان شاء الله يكون خير، ونتمنى ان شاء الله تكون الشتاء في مدينه اكادير وتيزنيت وخصوصا قرمين حتى هي ان شاء الله، الا كانت الشتاء في قرمين راه حتى هي غادي نصوروها، وغادي نحاولوا نصوروا لكم بزاف ديال الفيضان، ربما كاين الفيضان في تيزنيت نصوروها، كاينه في اكادير نصوروها، كما قلنا اي منطقه في المغرب فيها فيضان غادي نحاولوا نديروا مجهود ونصوروها ونشاركوها معكم ان شاء الله باذن الله. عارف بانه بعد الناس يتبعوا يشجعونا في هذا المحتوى وهذا المحتوى ديال الفيضان عليه المشاهدات، شكرا كاع على الدعم ديالكم، حتى حنا غمرنا وصورنا واخا حنا تعطلنا، الناس جاوا صوروا هنا البارح اللي كان الواد مجهد، وحنا كان عندنا مشكل، كنت غادي نخرج من اكادير باش نصور لكم هذا الواد، ولكن كان عندي مشكل قلت علاش لا تنفك هذا المشكل ونجي، وجيت اليوم ولكن لقيت الواد ما بقاش كيما كان، انا تكفيني بركه، الله يجعل بركه، راه هادشي بركه. غادي نحاولوا نديروا لكم ثلاثه الفيديوهات هنا ولا اربعه الفيديوهات، وما كاينش الوقت بزاف، اما يقدر غادي نمشي لكم هذيك البلاصه نصوروا لكم حدا تما يكون زوين، ولكن مع الاسف ما كاينش الطريق، وكاين هذه البلاصه حتى هي مسدوده ربما، وكاين الغيز، كاين الغيز هنا ما يمكنش فينا تدوز للواد باش تصوروا، اما انا عزيز عليا نقرب للواد هذيك البلاصه نمشي لكم راه هذه البلاصه هي. هاد البلاصة حدا هاد البلاصة، ها هي هاد المكان، يوقف لكم بزاف من هنا يبدا يصور يبدا يبدع، ها
هنا هاد البلاصه، ولكن ما كاينش خصني نمشي لهذيك البلاصه دوزها نصور لكم هذا الشيء بالزربه باش ونغادروا حيت الوقت ما كافيش، وفي نفس الوقت الواد ما عندوش ديك الامكانيات، وحاليا انا اللي كنصور بوحدي هنا. الناس غادروا، صوروا البارح الناس هنا، كان الواد واعر، مع الاسف ما جيتش البارح، لو كان جيت البارح تشوفوا الفيديو طوب، يكون الفيديو ناضي كما كيقولوا ناضي. ايوا بارطاجيو اخوتي، شكرا كاع الساكنين ديال مراكش ديال تنسيفت، هذه المنطقة يقولوا لها تنسيفت حيت مراكش تقريبا شي 8 كيلومتر اللي بين هنا مراكش. غادي نغادر لكم مراكش، وغادي نشرب قهوة تما في مراكش، وغادي نرجع لكادير ان شاء الله بحول الله. شدوا التراك باش ندير لكم مونتاج ونبارطاجيو معكم الجديد. هذا هو القنطرة ديال تنسيفت، وهذا الواد اللي شفتوا معنا راه جاي من هذا الاتجاه. هاد البلاصة هاي من تما جاي الواد، ربما تنسيفت هي هادي، هادي هي تنسيفت، يقدر تكون هاديك هي تنسيفت. أو السلامة 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 السلامة. هاد القنطرة كتحرك أخوتي. إيوا نتمناو إن شاء الله يكون خير، نتمناو البارطاج ديالكم أخوتي. دعمونا كما كتشوفوا، هذا هو التنسيفت، هيبان لكم من هنا. لو كان مشينا قدامو تما غيبان لكم الكاليتي واعره، حيت دابا الشمس كاينه، الشمس واعره. لو كان كنت لقدام تما غادي تشوفوا الكاليتي واعره. البلاصه ديالو كتشوفوها دابا تحت القنطره، ها هي هي القنطره. يلا بارطاجيو اخوتي، كلشي ديال لايك، كلشي اشترك، بارطاجيو لينا، نتمنى الشجاعه ديالكم، وشكرا كاع الناس اللي كيدعمونا. وهاد الواد، هاد الواد داز البارح، لو كان هاد الواد حطا واحد السرعه كبيره حيت المساحه ديالو حتى لهنا كما كتشوفوا هاد البلاصه، هاد المكان ديال الواد البارح كان الواد تحت تما. هاد القنطره كامله كان الواد طالع، وكان واحد المجهود كثير ديال الفيضان كما قلنا. من هاد الاتجاه السما كما كتشوفوا الاجواء ديال الشتاء، نتمنى ان شاء الله يكون خير. هادشي كنتمناو عاصفه رعديه تكون كيدير ما نيشان. كاين الريح شويه. ايوا القنطره ديال تنسيفت هي هادي. نتمنى الاعجاب ديالكم، كما قلنا درنا المجهود، جينا من اكادير باش نصور لكم هذا الواد. في نفس الوقت دوزنا الطريق زوينه، درت ساعتين تقريبا، ساعتين ونص اللي درت من اكادير الى البلاصه ديال هذا الواد. ايوا الحمد لله وصلنا في الوقت، ولكن واخا الواد ما كانش المهم صورنا هادشي. نتمنى الاعجاب ديالكم، اشتركوا في القناه ديالي، ساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كا، كلشي بارطاجي، بغيتوا الفيضان؟ يلا وصلونا 300 كا.